احنا دلوقتي المسألة. طيب فين مسألة كمان؟ ناخد مثال كمان ولا ايه؟ انا عاوز اوصل للحته عشان اقول لكم بالآلة بقى. لو عاوزين تعرفوا طريقة الآلة ممكن نعرفها طريقة الآلة بالمثال ده ولا خلينا اخر؟ خلينا اخر. خلي الآلة هو الآلة الناس عارفاها. خلاص الناس كده كده عارفة الآلة. لا لا في آلة وكل الشباب عارفين الآلة. طيب في مسألة الحل الطرق أسهلهم تشوف. أنا دايما بتقابلنا المسألة دي كنا بنديها من زمان من 20 سنة كده في الكتب. مكعب كل ضلع قومته مثلا 6 أوم، ساعات جابها مرة امتحان في الأزهر قال لك ما هوش 6 أوم. كل ضلع قومته 6 أوم. احسب المقاومة الكلية إذا دخل التيار من نقطة وخرج من النقطة الثانية، من الركن الركن وخرج من الركن المقاومة. المسألة دي أهو النقطة دي إيه؟ وخرج من دي. دي مسألة كل ضلع قومته مثلا 6 أوم. فلو كل ضلع هنا المقاومة دي 6 أوم قومته 6 أوم. ولو قلت انت المكعب اسلاك لها مقاومه من نوع معين مش لازم تقول سته، لان كل المكعبات هتبقى متساويه، لان المكعب اخوان الله عوده سوا فاضل اللي هي دي مش كده؟ كويس. احسب المقاومه الكليه. كنا بنحلها بطرق مقاومات وبنا صعب، ثلاث طرق بنحل بيهم. طريقه ونمشي مع التيار ونقول لك دي صعبه جدا. أنا لو هحلها بكرشوف ما تاخدش فقط واحد بس. والطرق دي احنا عارفينها، كلكم عرفتوها حلتوا بيها. أنا لو وصلت البطارية كده أمشي مع التيار، التيار أول، أول ما جه هنا التيار لقى قدام طريق قدامه متساويين. يبقى كل المقاومات متساوية، يبقى هيمشي هنا التيار كلته اي على 3، هنا اي على 3، وهنا اي على 3. يبقى اول ما دخل 3 مقاومات متساوية. بعد التيار ما جه النقطة دي لقى القومتين متساويين. هينقسم تلت اي الى اي على 6 زائد اي على 6. اللي ماشي هنا هيمشي برضه اي على 6 واي على 6 اللي هو الاخضر ده، برضه هيمشي اي على 6 وفين التاني بتاعه اي على 6. طيب عندي سؤال بس انا حته قسمتها اي على 3 دي السبب بس السبب ان المقاومات متساويه وقلتها حتى النهايه. انهي حتى النهايه؟ حتى النهايه بس. لان شوف هو الدكتور صح في الحته دي جدا، لو هنا واحده غيرت لا بس كل المقاومات لسه لسه هقول نفس الكلمه. لو مقاومه اتغيرت بتنكد عليها مفيش محدش نهائي الا لا مش كده. وحتى النهايه وفي نفس الوقت المسارات كلها متساويه في متساويه في التيار قلت لحاله خاصه مش عشان بس انا لقيت اول لا مش اول كلام. لما اكون عارف الطالب عارف كده المقاومة دي 3 والمقاومة دي 3 والمقاومة دي 3 هنا 8 وهنا 2 هنقول له ان الفرق هنا زي هنا عشان الفرق انا قابلته ولا نكمل المسار؟ هنا كله متساوي فمسألة حالة خاصة. طيب هنا اي على 6 واي على 6 دخلوا هما في الاثنين دول بقت اي على 3 وهكذا اي على 3 وان برضه 2 دخل لانهم كلهم متساويين. ده ممكن واحد يسأل يقول لي يا عم اللي دخل هنا الثلاث فرع اي على اي على 6 واي على 6 بس اللي جاي اي على 6 ده دلوقتي ما هو كله متساوي هذه الميزه. طب انا لما اجي احلها بقى بقانون كرشوف سطر واحد هناخد المسار المقرص اي بي سي ولا احنا قلنا بي خلاص عشان اي سي دي بي اي ناخد المسار ده. ايه واحد ياخد المسار ده ياخد مسار يخش جوه خالص أي مسار القوة الدافعة أي في أر أر الكلية أي 1 في أر
اللي هي R على 3 في يعني في المقام كل مقام كم؟ 6 بس هنسوي اسم زائد R على 6 في كم؟ في 6 زائد R على 3 في كم؟ في 6 صح؟ يبقى I الكل في R ما هي 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 مقولة I على دي 6 مش كم؟ طيب يبقى انا ممكن اشيل الار مع الاي مع الاي اخد هاخد الار في الستة مشترك كده هيبقى تلت زائد سدس زائد ايه تلت واي في ستة شيل الاي مع الاي يبقى ار هيساوي 6 تلت وتلت وسدس 5 على 6 هتطلع على 5 هذه حاجه المساله اللي احنا كنا بنشوف بصمه في المساله دي وهكذا بس دي حاجه خاصه معروفه طيب طبعا في معقول تاريخه عاوز في مسألة كمان عاوزين نبتدي نديها لكم يعني حلوه جدا طب السؤال بقى المسألة دي هل ينفع تيجي في امتحان ثانوية عامة؟ ليه؟ السنة اللي خلصت السنة اللي فاتت قبل قبل ما تشوف الصعب هل ينفع تيجي في الامتحان؟ ولذلك ناس كانوا يكتبوها يقولوا دي كانت في امتحان القصر 90 فعلا ليه؟ لان كان ليها شخص وشوف لكن يقدر الحل الثاني لحدها بالطريقة الأردنية لا مش عايز أحلها بالطريقة الأردنية هل ينفع تيجي في امتحان ثانوية عامة؟ دي قبل السنة اللي فاتت قبل ما يكون في جريش وفها كان ينفع تيجي بس تيجي بمزرعية تيجي بس تيجي لأن أصطرها بس من طرف الخلاص كون عليك بقى حاجة سهل لو طريقة لحدها بطريقة عادية ما تاخدش فيها برد لحدها بطريقة عادية بطريقة ايه كل طريقة تاخدش فيها بس انا عايز اقول لك طلبه يعني نعم اعداد السرعه لا السرعه بتاعت خلي طلبه انا ايه هتكلم تعال شوف الطريقه ممكن ايه وامشي معاها انا كنت بحكيها للطلبه في الحصه من غير كرشوف وكنت تعالى لف لي المقاعد انا رسمت كده المقامات كلها متساويه والتيارات زي ما انت شايف انا مش هحط تيارات ولا حاجه خالص التيار دي عند نقطه ايه اهو ده عند من بتاعته انا واحد التيار عند نقطة إيه؟ أبو هو الفرق اللي جنبه كان فرع تلاتة. هل الفرع أهو أنا ما أعرفش بقى يعني التيارات دي هتحل عادي. الفرع ده تلاتة ستة أم صح؟ وده كام؟ ستة أم. وده كام؟ ستة أم. تمشي معاك. هنا لقى فرعين قد بعض. يبقى كل واحد منهم بيتفرع فرعين. أدي ستة وأدي ستة. وده فرع فرعين. أدي ستة وأدي ستة. برضه اهو لحد هنا فيها مشكله طب طالب هيقول لي لا ماشي معاك اهو خش معايا اللي هنا واللي هنا اتجمعوا في واحد يعني كل اثنين اتجمعوا في واحد سته اهو وكل اثنين تانيين اتجمعوا في واحد اهو ونشطب ادي نفس ديه وديه اتجمعوا هنا ديه وديه اتجمعوا هنا دي ودي يا جماعه هنا هتقول لي مش هو ده اللي هو متساويين طالما متساوي 6 من هنا زي 6 من هنا ما تفرقش يبقى هروح مجمع اهو 6 الثلاثه 6 دي و6 دي دخلوا بيه خلاص يا عم اهو يبقى الشكل ده يقول الى هذا الشكل حلو والشكل ده يقول 6 و6 على التوازي 3 6 و6 12 و3 15 يبقى الفرع 15 الفرع الثاني 15 الفرع الثاني 15 وادي نقطه A وادي نقطه B يبقى الشكل ده قال الى شكل ده ثم قال الى هذا الشكل ده يقول هنا R 15 على 3 فرق حل ده عدد المقاومات بقى ده النقطة هل بيجي في امتحان ثانوية عامة عدد مقامات كتير قوي كده كعدد مقامات مش طالما ماشيه في الحل وتمشي معاك كده عادي مش اي مساله انا دايما بدور في امتحانات ثانويه عامه دايما ليه 90 اربع معادلات اصغر 90 والكرشوف اصغر كرشوف بس دايما ليه عدد مقامات اربعه كتير خمسه لما نيجي المساله زي دي الطالب يقول مش هم بعض في امتحان ثانويه عامه لا دي ما فيش اي طالب ده عشان عدد المقامات بس ما القصه احنا بنعلم الطالب الحين ده اي مكان احنا ده مبدا قضيه بنعلمه اي مساله مقامات في بعض المسائل 20 مقامه 20 مقامه بس سهلين يعني ما تديله مقاومات كده مش مجموعه مقاومات كتيره كده وكتير وهنا في توازي وهنا كده وتفرعوا اثنين بس دي سهله عادي مفيش مشكله بس زي ما حضرتك بس كنت بتقول في كرشوف هم ثلاث معادلات لا كرشوف هيحصل كرشوف لما انا حاجه في مساله كرشوف لا المقاومات دي محكومه بطريقه ده انا كرشوف هتدور رياضه بقت اربع معادلات او خمس معادلات خمس ملايين تقعد تحل فيهم ساعه دون اطار الفيزياء ده كرياضه لكن هنا فيزياء طيب هكمل حته حاجه ثانيه بتاعها حاجه اخر ثاني الحل الثالث ده حل اول وثاني ثالث بقى انا لو ماشي هنا واخد النقطه دي
يساوي جهد النقطة دي يساوي جهد النقطة دي. لأن الـ IR والـ IR واحد صح؟ يبقى ليه بقى؟ الثلاث نقط جهدهم متساوي يبقى كأنهم نقطة واحدة. فيه نقط ثانية الثلاث نقط دول جهدهم متساوي. لأن لو شلنا من هنا صح ولا لا؟ الثلاث نقط اللي الأزرق جهدهم متساوي والثلاث نقط الأحمر جهدهم متساوي. أي نقطتين متساويين يكون كاعتبارهم نقطة. يبقى الثاني دخل من نقطة إيه؟ إلى نقطة إيه؟ الثلاث نقط دول يعتبروا نقطة واحدة. يبقى الثاني ماشي. أدي واحد اثنين ثلاثة جمعتهم هنا دي ستة 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 ودي نقطة سي ودي كان نقطة واحدة هنسميهم مثلا سي. بعد هنا اتفرع واحد اثنين واحد اثنين كل واحدة اثنين يبقى اتفرع إلى كم فرع من هنا؟ ستة. آدي واحد آدي اثنين آدي ثلاثة آدي أربعة آدي خمسة آدي ستة. كل دول النقط دي متساويين كلهم بتجمعها نقطة واحدة متساويين فيه. بعد كده نوصل للنقطة دي كلهم برضه هيطلعوا ثلاث سكك يجمعها كلهم عند نقطة دي ودي نقطة ايه؟ ستة ثلاث ستات على التوازي يبقوا كام؟ ستة على ثلاثة مش كده؟ زائد ستة على ستة زائد ستة على ثلاثة يديني ايه؟ واحد على ثلاثة لكن لو قلت متوازي مستفيدات ما نقدرش نقول لان متوازي مستفيدات الاطوال مش متساويه. بس لو في شكل تاني متساوي زي ايه؟ الغرض مش شرط يكون اذا كانت متساويه فراح نبيع شكلها. طيب المساله دي في ثالث مدرسه عاوزين نحلها بقى بالثلاث طرق اللي انا قلتهم. ايه مثال اول؟ هقولهم ديت عشان نحل بالثلاث طرق اللي احنا اتفقنا عليها. نقطة ايه؟ ودي مقاومة 2 اوم 6 فولت. نقطة ب نقطة س دي 5 اوم دي 3 اوم دي اف اي. هنا بقى انا عاوز المسألة احسب تيار كل فرع. المسألة في ستة فوق اثنين فوق خلاص تمام. لا في ثلاثة خلاص بص هنا بديها ثلاث طرق روتينية عادية بتتبع بس اول مثال في الدوري. هذا المثال حاجة ثلاث طرق مختلفة والثلاث طرق طبعا الأجوبة هي هي. انا عاوز اقول الطريقة الروتينية دي كاملة. هنقول هو قول لي احسب تيار كل فرع ثم اللهم طرف اخر ادي نوع هنضطر اخرج واحد يمين واحد شمال واحد فوق واحد تحت. لا راح مره قال لك كده احسب تيار كل فرع حيث اي 1 واي 2 واي 3. يبقى المره دي بقى ايه؟ هو اللي فرض الاسفل وبرضه فرض منه ممكن يطلع جوه ممكن يطلع سالب ماشي معاك. يبقى دي بره ما كانش حاطط الحروف حطيت الحروف اي وبي سي. ما كانش حاطط الاتجاهات حطيت الاتجاهات. هو بقى حاطط الاتجاهات. طيب انا عاوز احسب الـ R2 يبقى هنيجي عند نقطه C او نقطه F.
بنطبق القانون الاول على ايه درجه؟ يبقى اقول معايا الطبقه الاول اقول ايه بقى؟ اي 1 زائد اي 2 يساوي اي 0 ونيجي معاه رقم 1. معادله رقم 2 الحل بتاعها مثلا عامل كده يعني كده يعني المسار الكل ده انا هحل ايه يا سهل بقى خلاص بس انا عاوز احل عشان اجيب ثلاث طرق تانيين هنا كام بطاريه؟ 6 فرد صح؟ يبقى المسار الثاني اللي هو المسار اول مسار هنحله يبقى 6 اهو معايا هيساوي 2 باي 1 مش كده؟ 2 باي 1 زائد 5 باي 3 صح؟ نكتب عليه محاضره رقم 2 ناخد مسار ايه يعجبك بقى؟ انا ممكن اخد المسار ده او المسار ده انا حاسس زي كده بس هاخد المسار ده 2 يعني مش كده؟ 2 هتساوي كام؟ 5 اي ايه؟ 5 اي 3 زائد كام؟ 3 اي ايه؟ اي 2 معادله رقم 3 توزيع الامتحان هيجي ده اللي انا هقوله ده قد يقول الامتحان بالنص اللي انا هقوله بس انا هقصده ده بقى ممكن يقول لك الجدل المرسومه دي اذكر اكتب قانون بقاء الشحنه عند النقطه سي هتروح كده تتاخد نقطه اثنين يعني كده يتصدق اول سنه يقول لك اكتب قانون حفظ الطاقه للمسار دي دي اي ال بي هتروح كتبت ده خدت درجه ثانيه اكتب قانون حفظ الطاقه للمسار سي دي اي اف سي سي ما بقى تعمل ايه بقى هتكتب التالي خدت ثلاث درجات حلو ثم احسب قيمه اي 1 مو بس او اي 2 او اي 1 واي 2 وبعد كده كده هتحل الحمد لله تاخد الدرجه الثانيه يبقى الفيزياء خلصت ثلاث درجات تقريبا ولا واحده عشان ده يتساوى ده بعدين وقد يكون كده بالظبط في الامتحان انا هنلوم مع بعض هنطلع اي 1 واي 2 واي 3 ده الطريقه عارفينها بقى خلاص هنحاول نوحد نعوض واحد الثاني ونوحد المعادله دي مفيهاش مشكله طريقه ثانيه الحمد لله في طريقه انا قلت هنا ان القوه الدافعه تساوي مجموع فروق الجهد صح؟ مش النص فروق كده؟ الصيغه الثانيه اللي قام بيقول ايه؟ ان فروق الجهد عبر المسار المغلق تساوي صفر اللي هو صم في ايكوال زيرو انا هاخد المسار ده القوه الدافعه هنا انا بمشي مع التيار الفرد اللي انا فرضه الحامل الاول والحامل الثاني موجود في كل اغلب المراجع اللي انا هقول يفتكر ان انا ماشي كده يبقى ده هو الموجب ده السالب انا ماشي كده طب الموجب ده السالب صح مش انا ماشي كده يبقى المقاومه دي كانها اهي ده طرف موجب وطرف سالب في الاتجاه اللي انا برضه فلما اجي اشتغل البطاريه ما يقولش من السالب للموجب يبقى هي سالب يبقى هنقول المسار ده سالب 6 زائد موجب اهو اي 3 في 5 زائد اي واحد في الدين ايكوال زيرو هي دي لو ما قلت في الناحيه الثانيه اذا 6 هتساوي 5 اي واحد اي واحد لا 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 مش دي مش مكتوب عليها اه لا 5 اي يبقى 2 اي ايه؟ 2 اي واحد تمام زائد 5 اي 3 طلعت دي ايه ولا على اساس ان انت ماشي بقى عكس اللي احنا قلناه محمد اللي احنا قلنا هنا ماشي انا هنا المفروض سالب طبيعي فحطيت هنا سالب نموذج يبقى هنجيب سالب سي دي الطريقه هتبقى صح الطريقه دي وهكمل معاها صح دي الطريقه الثالثه بقى فانت بقى استنى الطريقه الثالثه دي انا بتفرج على فيسبوك اي دايره كهربيه حتى انا رسمت دايره كهربيه من مره وحطيتها في اي دايره كهربيه فيها بطاريه لها مقاومه داخليه وفي هنا مقاومه خارجيه فالمواد كلها بتعمل البطارية بتعمل ايه؟ بتدي الطاقة والجهد. الطاقة والجهد، الالكترونات بتاخد الجهد دفعة. تمشي الالكترونات هتقابل مقاومات. المقاومات بتستهلك فيها طاقة. يبقى هنا هنيجي البطارية مثلا 12 فولت. المقاومة دي 2 دي 8. فالمراجعة عاملة كده، ادي القوة الدفعة. إن البطارية هنا 12 فولت مثلا، يبقى 12 فولت طالعة منه. وصلنا هنا. في المقاومة دي هيفقد جزء من الطاقة ويمشي. يجي هنا يفقد الجزء الثاني يبقى القوه بتاعت البطاريه 12 فولت اهو المقاومه دي فقدت الجزء من الطاقه واللي فقدت الباقي بقى صفر فانا لما اجي احل اقول لا البطاريه 12 فولت يبقى هروح كاتب 12 موجب ناقص اي في ار 1 ناقص
I في R2 لازم يساوي صفر. يبقى هنا المقاومات ناقصة عكس ده. ودي مراجع كده كده مراجع بتحلل. وأغلب المراجع بتحلل هنا اللي بطلت الطاقة حتى رسم رسمة على ليه؟ وأنا رسمت نقلت الرسم المراجع في نهاية الكتاب للمسافر. عملت كده 12 ونزل كده. في المرمى عملت. راح في الكتاب ده شرحها بقى أحسن. عملنا الدايرة الكهربية دي. التهاب ماشي كده. راح رسمنا جرافيك كده شايل هم الطاقة هنا. أهو شايلها. فقط جزء من الطاقة هنا هو ماشي كده. بقت الراجل وهو ماشي اللي شايله لحد ما يوصل هنا يبقى طاقته هنا زيرو. يبقى البنك يقيس العقل الارضي يخزن ده الواقع لزائد تعريف اي ان اف للبطاريه بنقولها دايما غلط. والتعريف الصحيح اللي انا بقول لك التعريف اي ان اف فقط ده القوه الدافعه للبطاريه تقدر بمقدار الشغل المنزول اللي احنا شغلها 1 كيلو داخل وخارج المصدر صح؟ داخل في مقاومه هيكل زي شغل وخارج طبعا يقول ما يمشي عمال كل مره لا لازم يقول مره واحده اي مره واحده حمل كل طاقه ماشي سيبك من الصوره تمام. لو عايزين مثال ثاني اقول هل انت قوه لحاسب المسائل لازم كده اتعدتها مثلا انا سالت اختبار عايز احل كل مره كده مره واحده كلام الدقيق صح واللي بيحل هيلاقي في الكتاب وسط الكلمات كلمه واحده متغيره زي مثلا لو رسمت مصباح اليوم في الملوك كده دي رمز خليه تحت مصباح اليوم في المراجع رمزه كده حتى كتاب المدرسه طبعت القديمه بتاعت الدكتور شكلها عامل كده الدكتور اللي عامل مدرسه يعني لكن هو صح بس على حته البطاريه لو انا شغال في الدايره لو قدمت بطاريه عكس بالظبط يعني لو دي هي 5 6 بطاريات خلاص انت بطاريتك بتطلع طول ما انا ماشي البطاريه معانا انت هتشتغل بيها ليه؟ طبعا الدونر والسيبر يعني انا ماشي كل بطاريه معايا هدفها الموجه كل بطاريه عكسي سهل هذا الشغل سهل كل حاجه كل مراجع ماشيه كده بالظبط كده فدي مراجع ودي مراجع ودي مراجع كله صح بس احنا خدنا كده مثلا كده السلام السهل يعني عشان ما نكونش نطول قال لي الطرق هنا بس لو حد حل المراجع ده لو تفكير شوف بص في انا هقول اقول لك حاجه في حاجه انا اشتغلت في التظلمات في الوزاره 6 سنين مكتوب في اخر الورقه كلش بتكتب الجمله دي اي ورقه يؤدي اجابه صحيحه يؤدي اجابه صح يؤدي ليه ده هي كده؟ في طلبه على طلعه او بس بيكون عبر استاذ بيدرسه غير الاساسي يعني بيدرس البلد في مهندسين فاعلى من الطلبه فبيقول اخطاء جميله جدا طلعت حته ايه؟ غير الحاجه اللي احنا كنا بنتكلم ايه؟ احنا مره قعدنا في الوزاره يعني دايما كل ساعات انا بقعد في 10 ورقه معاهم والكلام ده كله واحد زعل انا بقول لك كل سنه بتحط اجابات يلاقي طالب حد يطلع غيرها خالص عشان كده كتبت الجمله دي ملزمه للوزاره قانونيا باي حد اخر صحيح او جاري. حد من يعجبه بس هو طبعا ده صح. اي حد اخر صحيح. يعني اي طريقه تؤدي انك ياخد الدرجه. اي انا ده الوزاره الزامه نفسها الجمله دي اصورها وده محتمل مرات محتمل مره بسبب كلمه دي والله مكتوب عندك. اي اجابه اخرى صحيحه خلاص ياخد كل طريقه. ولذلك دي ممكن حتى الناس تحب تقول دي كذا طريقه. طريقه ولا قانون؟ لا طريقه. بس كلام اول. اي طريقه واي قانون يؤدي الغرض مش موجود في كتاب المدرسه يا مدرسه. يعني هو لو فرق الحل شوف السنه اللي فاتت. لا لو فرق لو فرق لو فرق هو كده. لا انا مش حبيت طريقه صحيحه اخر درجه. اي حد اخر في مره من السنوات جت مساله احسن معامل الحس الزائد بيعوض الطالب اي ام اف بيساوي ناقص ان دلتا اي على دلتا دي. في قانون يحسب معامل الحس الزائد ان بيساوي يوم ايه ان تربيع على ان ان طول صح؟ مش ده قانون؟ وليه اسباب؟ ده مش موجود في كتاب المدرسه. طالب مره حل دي كتب معامل الحس مع بعضه دي اللي صح ان الناس اللي بيجوا اي كلام ما خدت اتخرج من اعدادي لسه جاي مدرس من اعدادي راح مديله صفر. الواد راح على قضيه جت القضيه هو بياخد درجه كامله طالما خد درجه كامله مدرس حل التحليل فين المدرس؟ قال لي درجه في المدرسه انا مش طول فاخد له كلمه كده انا مش عارف انا قال له كلمه تروح والله قلت له قال له ايه ذنب الطالب ان عرف قانون وانت اللي كذب ما تعرفوش ايه ذنبه فانت حقك تاخد القانون كل عشان ده انت اللي بتحط الامور عليك مستوى اصلا يا عم كل الطالب لا طب انا هقول لما نيجي نقول مثلا لما نعمل يعني مثلا يقول لك مقاومين على الجواز حصل طبوم ولا حصل طبوم ممكن ما يجيش طبوم حصل طبوم حصل طبوم وهنا في حاجات كتير مش عارف بس تعمل ايه كل سنه لو كده جبت مستوى اه جبت مستوى على شويه تمام كده انت مستوى على شويه ياخد درجه جبت مستوى بسبع على شويه درجه في الجامعه لكن لو قيسوا الطالب حل مثلا طالع لو صح ياخد درجه استحاله طالب يحل الحاجه ما يكونش حتى حق وتباين بس يا استاذ احمد ده مش مضمون يعني انا شغال بتطلع للستار واخر سنه
نص طلبت يعملوا مدرسين مش عارفين لا لا دكتور علمية لو نظر العلم للجميع والعلم للتعلم مش من الاستهلاك احنا عاوزين نطلع من فقر الكتاب والكنوز احد الناس قال اليك المعرفه كامله دون اغلاق المناهج والمقررات الدراسيه المعلومه لو انت عاوز تعرف المعلومه تخرج من المناهج واغلاق المناهج واغلاق المقررات اللي كثرت في حته وهتسال حته وانا حاصل طالب عاوزين نعلم الطلبه يفكر ممكن يفكر بطريقه جديده ثاني مالا انا قلت مره طالب حل مساله كنا بنقول اقول لها غلط وانا ما حلش غلط المساله غلط طالب مساله لو كان اساسا مساله قلنا عقد الثواني في ساعه حق بدون طبعا بيطلع الخطوط الفقهيه طبعا منها مرتبه افقيه ومرتبه راسيه فهو هو على حائط معقد الثواني في ساعه حق يبقى بيطلع الخطوط الايه؟ الافقيه فيقول لك ايه